المصباح السحري. منذ زمن بعيد كان يعيش رجل فقير مع زوجته وابنه في قرية. ظروف الرجل كانت صعبة، اعتاد أن يقطع الأخشاب من الغابة ويبيعها في القرية. ذات مرة بينما كان يقطع الأخشاب كالمعتاد، جاءه حكيم وسأله: عزيزي، لقد أضعت طريقي في الغابة وأشعر بالعطش، من فضلك أعطني كوباً من الماء. قال الرجل: لم لا؟ تفضل كأس الماء واروي عطشك. أعطاه كوباً مليئاً بالماء وشرب الحكيم حتى ارتوى. شكراً لك يا ولدي. الحكيم نظر إلى الرجل ورآه حزيناً فسأله: لما أنت حزين يا بني؟ هل من شيء أساعدك به؟ قال الرجل: أنا فقير جداً، لا أستطيع تلبية متطلبات أسرتي، وتقطيع وبيع الأخشاب لا يوفر لي الكثير من المال. فهم الحكيم مشكلته وأعطاه مصباحاً. قال الرجل: إنه مجرد مصباح. قال الحكيم: لا، إنه مصباح سحري. قال الرجل: مصباح سحري؟ قال الحكيم: نعم، مصباح سحري، به تحصل على ما تريد. عاد الرجل إلى بيته ومعه المصباح السحري، وقال لزوجته: انظري، معي مصباح سحري، سيعطينا كل ما نحتاج. قالت الزوجة: هل حقا ما تقول؟ نعم، سيعطينا ما نحتاج. أنا جائعة جدا يا عزيزي، من فضلك افعل شيئا لمساعدتي، استعمل هذا المصباح من فضلك. طلب الرجل الطعام من المصباح وحصل عليه حالاً. فرح الزوجان جداً وأكلا حتى الشبع. في الصباح التالي ذهب الرجل إلى الغابة كالمعتاد. طلبت الزوجة والابن من المصباح أشياء كثيرة: بيت كبير، طاولة ومقاعد، وكل ما يرغبون به، حتى أصبح مظهر البيت بالكامل رائعاً. عندما عاد الرجل إلى بيته في المساء، صدم بما رأى وقال: هل هذا بيتي؟ لا لا، لقد كان بيتاً صغيراً. أجابته زوجته: لا لا، إنه منزلنا، وهذا بفضل المصباح السحري. الآن نحن نعيش في بيت كبير وجميل. وقاموا باستعمال المصباح السحري في الحصول على كل ما يريدون فوراً. في يوم ما، صوت رجل كبير بجانب البيت ينادي: هل من أحد يسقيني الماء؟ أشعر بالعطش الشديد. قال مجدداً عندما رأى المرأة: أرجوك يا ابنتي، أعطني بعض الماء. صرخ الرجل داخل البيت: من هذا الذي بالخارج وماذا يريد؟ لا أعلم من هو. ذهبت إلى الداخل وأغلقت الباب في وجه الرجل العطشان. بعد قليل دخل الابن إلى الغرفة وقال: أمي أمي، أنا جائع جداً، من فضلك اطلبي لي الطعام. حسناً، لأحضر المصباح السحري وأطلب أي شيء تريده. حاول كثيراً لفترة طويلة، لكن المصباح السحري لم يعمل. حضر الرجل وحاول أن يدع المصباح يعمل، ولكنه فشل في ذلك. أصيبت العائلة بالإحباط، وفجأة تذكر الرجل: ذلك الرجل الذي طلب الماء هو نفس الحكيم، أنا متأكد. أدرك الرجل خطأه وركض بسرعة نحو الغابة بحثاً عن الحكيم. رأى الحكيم: أرجوك أرجوك ساعدني، لن أفعل هذا مجدداً. أجابه الحكيم: الآن لن يفيدك هذا المصباح السحري، ظهرت حقيقتك، اختفت إنسانيتك عندما تحققت كل أمنياتك، لقد فشلت في الاختبار يا بني. قال الحكيم ذلك وغادر الغابة، وبدأ الرجل في البكاء. إذن يا أطفال، ماذا تعلمتم من هذه القصة؟ الإنسانية أولاً، سواء كنا أغنياء أو فقراء.